الدكتور عكام حكى عن موضوع دعم الكهرباء، فانا مش هيك طبق الكهرباء. اما ساعات التقسيم يا سيدي هلا اذا بدها تجيب الكهرباء الدوله 24 ساعه ما بدي اياها، احنا ما لنا قادرين ندفع فاتوره الكهرباء مهما كان هناك دعم لهي السلعة. ما حدا مواطن ولا حكومي ساعة، كن واثقة صديقي. ما حدا موجودين بدها هلا فاتورة استهلاك الكهرباء تبعك اللي هي شهرين ما عم تجي 30 40 ألف ليرة. بس ما بصير يندرج، معناتها إذا بدهم يشغلوا لك كهرباء 24 على 24 بتصير 200 ألف ليرة بتاكل كل راتبك. بتسترد على الاستهلاك، بالتالي في إشكالية كبيرة. مو هذا نقاش الحكومة. لحظة أنا بس هاي الفكره اللي حكيت. لا بدي احكي لك فازنا كهرباء دكتور. لا لا انا مو هذا نقاشي، هاي الفكره بس فكره استاذ حازم. هاي الفكره اللي حكيتها هاي ردوا عليها وزاره التجاره الداخليه انه طالما المواطن قادر يستطيع ان يشتري البازوت والبنزين المهرب سوق سوداء بالسعر الفلاني فلماذا لا نرفع؟ ما فينا نقول هيك. لا لا انا ما عم بقول، لا لا انا عم اقول انا بالعكس عم شير دكتور انه دخلنا اصبح غير قادر على تلبية تكاليف المعيشة. يعني فاتورة الكهرباء، فواتير الكهرباء، في دعم فواتير الكهرباء بقدر ادفع كهرباء، اخذ كهرباء واخذ اليوم اوروبا اخذ كل السلع الاساسية. بس انا اليوم في ظل مستوى دخلي غير قادر.